تمام، كي دايرين لاباس عليكم؟ عمركم هانيه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجه خليو لي لايك كومونتير وبارطاجيو القناه ديالي مع الناس اللي عزاز عليكم. المهم الفيديو ديال اليوم غادي يكون متنوع واحد شويه، غادي نوريكم بعض المنتوجات اللي سالت لي وخديتها، لا سواء بالنسبه للعنايه بالبشره، لان بزاف ديال الناس كيقولوا لي يا رشيده بارطاجي معنا اي حاجه كديريها للبشره ديالك بحكم ان عندك بشره صافيه. خديت كاشي امور اللي كانت سالت لي، وفاش كيسالي كيسالي كلشي بدقه واحده، فحاولت ما امكن انه ناخذ كاع داكشي اللي ناقصني، شويه ديال الماكياج اللي كان ناقصني هو غنبارطاجيه معكم. وغادي نبارطاجي معكم اهم حاجه بغيت نبارطاجيها معكم في هذا الفيديو هذا، هو واحد الوصفه اولا مقشر ديال اليدين اللي غادي يهنيك من الحروشيه، غادي يهنيك من 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 هذاك الجلد الميت اللي كيبقى في اليد، هو اللي كيتسبب ديك الحروشيه. فاليوم خليكم معايا من الاول حتى الاخر، واحد المقشر غزال غادي تهناو غامو من القشوريه، لا سواء دراري ولا بنات. عرفتوا شحال ديال الدراري كيجيو عندي للفارماسي تيقول لك رشيد عطيني شي حاجه رطب يدي، راه يدي ولاو حالتهم، كلشي 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 دابا كيعاني من الجفاف ديال اليدين بحكم الجو، يعني الجو كيتغير، ف سي نورمال انه حتى لو كور ديالنا حتى هو كيدير واحد رده الفعل، يعني البشره كتنشف، الجسم، اليدين، الرجلين، فكلشي كيخصنا نرطبوه. اهم حاجه اللي قضيت اليوم هو خديت المقادير ديال الحصه الصحراويه، ماشي كاملين لان النص عندي والنص ما كانش عندي، فداك الشيء اللي ناقصني كامل تقديته اليوم باش ندير لكم برومو في الحصه الصحراويه. كنبغي حتى نوجد عاد ندير برومو، لان اي فوا كنحط فيديو باللي الحصه الصحراويه راها برومو راه تبارك الله ما شاء الله كلشي كياخذ، فكنقول اللهم نكون موجده من قبل. فتقديت هذاك الشيء اللي ناقصني، تقديت كذلك البوفيه، هي راه تقديت منها بزاف، دابا هذه وحده اللي تنوريكم انا تقديت بزاف، هذه ديال الذرة كيف ما كتشوفوا الكوفيه ديال الذرة، لقيتو ديال الذرة خدوها، لقيتو ديال الشعير خدوها، هادو هما جوج اللي زوينين بزاف، كيزيدوا في الوزن وكنستعملهم بزاف انا في الحصه ديالي، لان ضروري اختي الحصه خصني ندير فيها الكوفيه، لان كيف ما قلت لكم صحيه وكتزيد في الوزن بواحد الشكل اللي هو طبيعي وكتفتح الشهيه. وصافي صورت عنده واحد المقطع صغير غادي نخليه لكم هنايا في الفيديو باش تشوفوا السلعه ديالو غزاله. كنحاول ما امكن انني نتقدى لكم شي حاجه اللي تكون فريمون صحيه وزوينه، لان شحال من واحد السلعه ديالو تتكون فيها الدود ولا داك البخوش الصغير، داك الكحل اللي تيكون في القطاني وتيكون، مهم صراحه يعني هذا ارتحيت عنده، كنتقدى من عنده كنلقى عنده داك الشيء نقي ما فيه لا حجر لا بخوش لا دود لا حتى شي حاجه. شي مرات كتلقاي بحال السوسه، يعني داك الشيء تيكون فريمون غامل بزاف، هذا لا، هذا كيتقداو من عنده الناس بزاف، السلعه ديالو نقيه كتخرج بزاف وما كيكونش عنده داك الشيء نهائيا قديم. وصافي عاوتاني ملي كنجيب داك الشيء راه تنقيوه، كنحمروه بطبيعه الحال، كيتطحن كيتغرب، المهم تمارة اختي في هذه الحصه هذه. اللهم اختي تشريها بالفلوس ولا تاخدي المقادير وتصايبيها في الدار، لان فريمون واحد الجهد واحد الوقت، خصوصا فاش كتكون كونتيتي كبيره راه كارثه والله العظيم. المهم ما عليناش، كنحاول ما امكن انني نقدم لكم شي حاجه اللي زوينه بزاف، نعطيكم شي حاجه من القلب، والله العظيم الا كنرتاح في هذا الشيء بزاف، وخصوصا ملي كنلقى غوتور لي وزوين من عند البنات كنفرح بزاف بزاف. شحال من وحده زادت في الوزن، شحال من وحده مشات لها السخفه، شحال من وحده كان عندها المشكل ديال البوم زوي فقر الدم، اللي كيسولوني مكونات ديال فقر الدم راه دايره فيها العدس الاحمر، دايره فيها الفوه، ودايره فيها زريعه الجزر، هاد الثلاثه هادو بحثوا عليهم وقراو عليهم راه خاطرين بزاف بالنسبه لفقر الدم. بغات الحصه نخليكم النمره هنايا، تواصل معايا، الحصه طبيعي زوينه، كنتي كترضعي ما كترضعيش، عندك الدراري صغار ضعافين تقدري انك تاخديها، رجال ياخدوها راه زوينه وامنه على الصحه. وراه كما قلت لكم غادي نوجد لكم برومو ان شاء الله في الفيديو. دابا غادي نبارطاجي معكم بعض المشتريات اللي خديت. اول حاجه اللي كنت شاركته معكم في الفيديو اللي سبق هو صغار ديال الحبوب، ها هو راه باقي كنستعمل فيه، انا عندي حبوب رقيق كنحس به دابا بحال لي كارم، يعني راه غادي وكينشف لي الحبوب، ارتحيت فيه زوين كيعجبني، وقيلا داير شي 130 درهم باش خديته. وخديت كذلك المرطب ديال الوجه ديال سيغاف، ها هو كنحس به انه كيرطب لي مزيان، انا عارفه بلي ما كيبانش مع الاضاءه، فكلشي غادي نخلي لكم الصور هنايا. يمكن هذا شي 80 درهم باش خديته ولا 90 درهم. خديت كذلك صغار ديال اليدين، هذا ما كيخطانيش كيرطب مزيان، ماشي بحال المرطبات الاخرين تيكونوا عامرين بالالكول، اون فوا كترطبي بهم يدك كيشربوا هذاك البرودوي كيوليو ناشفين اكثر من قبل، لان تيكون فيهم النسبه ديال الالكول طالعه بزاف. هذا لا، هذا كنحس به انه كيرطب لي يدي وزعما كيبقى ورطب، حتى كنعاود كنرطب واعر واعر، شي يمكن
100 درهم ولا 90 درهم ما بقيتش عاقله شحال باش خلاه ليا. كريم هادي ديال الرجلين اللي ما عندهاش هاد الكريم هادي والله العظيم انا ضيعتي نصف حياتك. من لا مارك نيوتروجينا، ماركة اللي هي معروفه انها كدير خدمتها مزيان. والله العظيم البناتي الا فاش كنرطب به رجلي الا رجلي كيبقاو النهار كامل بحال ديال لي بيبي. خذوا، راه ديجا كنت قلتها لكم في واحد الفيديو، النص ديال البنات خداوه وكاين اللي ما خداوهش، ولكن الا ما خديتيهش خديه، خطير 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 بزاف. وحتى الثمن ديالو ما غاليش غير شي 80 درهم، ولكن راه كيجي بكم مده طويله. عرفتوا يا البنات واحد الرطوبيه بحال الزاج، قسما بالله الا ما خديتيهش خديه. واعر السيف بالنسبه للشعري هذا الديميلور، واخد حتى الشامبوان ديالو باقي ما سالاش ليا. الديميلور ساله، بعد الشامبو راه كيسالي قبل من الديميلور، خديته وعاود خديته، هذا راه يلا خديته صراحه كيجي بمده طويله ويلا سالي ليا وخديته. كيرطب الشعر، انا عندي الزغبه من التحت ناشفه بزاف، فملي بديت كنستعمل هذا حسيت بها انها تغدات، ما بقاتش هكاك مشوكه بزاف. مهم 40 درهم باش خديته. كنظن هادشي اللي خديت بالنسبه للوجه، بالنسبه للعنايه اليوميه هادشي اللي خديت، هادشي اللي كان ناقصني. بالنسبه للواقي الشمسي سولي بيافين اللي كنستخدم غادي نخليها لكم هنايا، صراحه كنت حابسه شحال هادي، ولكن ضر نرجع حتى سولي بيافين لانها صراحه زوينه، كنحس بها انها كتحمي لي البشره ديالي مزيان من الاشعه ديال الشمس. ومن عند مول المكياج كانت ناقصاني ماسكارا، خديتها 30 درهم هي هادي ديال ايسونس الغوز، صراحه زوينه كتعجبني بزاف، كتطلع عليا الشفيرات ديالي مزيان. وخديت لابيلو ها هو 30 درهم حتى هو. خديت هاد الغلوز هذا علاش خديته، انا كنت كيحسبني بحال داك البينيتانت اللي كيديروا هنايا الخديدات ويديروا هنايا، ولكن لا بالنسبه لهذا ما فيه حتى شي لون، واخا كيبان لكم هكا قهوي ولكن ما كيعطيش اللون نهائيا، ولكن كنحس بيه انه كيرطب، ماشي مشكل. المهم معليش مره غنبقى نديرو. خديت هاد الفراجو هذا، وخديت هذا اللي تحددوا به الوجه، ما عرفتش شنو سميتو. المهم كيجي هكا قهوي، كتجي فيه هاد الشتاء اللي دائما كنلوحها صراحه. هذا البنات واعر بزاف، كيعجبني اكثر من هذوك اللي كيكونوا في دوك لي باليت الغاليين. هذا اختي داير غير شي 10 دراهم كنظن، واعر واعر واعر. وبالنسبه للفراجو خديته في هذا اللون هذا، هو اللي دايره دابا صراحه زوين، كيعطيك واحد اللون خفيف طبيعي، زعما شي حاجه اللي واعره بزاف. ها نتوما شفتوا كيفاش دايره البنات، واعر غير هما صغيرين غير كيسالي. وخديت هاد الشيتة هادي ديال فرجو، كانت ناقصاني حتى هي. دونك هادشي اللي خديت بالنسبه للمكياج. جوج لبيسات، اول لبيسه اللي هي هادي، هذا اونسومبل غادي نوريكم السروال ديالها، كيجي بحال هكا وتيجي عريض من التحت. ما عرفتش هاد الثوب هذا شنو هو، واش صوف ولا خيط ولا ما عرفتش الصراحه. المهم انتوما كيفاش داير، سخونين زوينين مع هكا سبادريه في البياض وصويك في البياض كيجي. وليت مؤخرا كنرتاح في هاد الحوايج بحال هكا، كتلبسي وكتزيدي مع الطريق، كتضربي التبرديله ديالك وتزيدي مع الطريق. خديت لونسومبل الثاني، لوين شحال زوين، شوفوا الخيط ديالو كيفاش داير، تيجي حتى هو بحال هكا، وفي هاد الخطيط هذا من جهه الرجيلات، وتيجي فريمون عريض بزاف. دول القبه البنات كيف ما تشوفوا، وكيجي سامبل لي ديدات ديالو بحال هكا. وما كيجيش هذا طويل بزاف، يعني هانتوما شفتوا زوينين هادو، لا بالنسبه للبنات المحجبات لا بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش الحجاب. بالنسبه للثمن ديال هذا كان ب 250 درهم، نقص لي 10 دراهم، حسبوا لي ب 240. وبالنسبه لهذا حتى هو 250، خديت كل واحد من حانوت ماشي بجوجهم من حانوت وحده. فوالا هادو هما المشتريات البسيطه ديالي، نتمنى انهم يعجبوكم، وغادي نشارك معكم دابا الوصفه ديال اليدين اللي بغيتكم كاملين تجربوها لانها زوينه بزاف. البنات غادي تهنيكم من داك المشكل ديال التقشار ديال اليدين، من شوفيه دري بنت اي واحد كيشوف فيا يستعملها، لان فريمون شي حاجه اللي توب 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 واعره. كيف ما قلت لكم مقادير درتهم غير من راسي، درت معلقه ديال الزبده، ما ديروش الوجه لان درت فيه الزبده، غير اليدين والرجلين البنات. معلقه ديال الزبده
صغيره، معلقه ديال زيت العود، معلقه ديال القهوه، وعندي هنايا حامضه كيف ما تتشوفوا، غادي نعصرها بحال هكا. وغادي ناخذ المرطب، انا كنستعمل هذا. بالنسبه للمرطب تقدروا نتوما ديروا اي حاجه عندكم، انا غادي نستعمل هذا نيفيا، ديروا داك ديال الجليسيرين، غندير غير شي شويه. وغادي نخلط الوصفه ديالي مزيان حتى يندمجوا المقادير مع بعضياتهم. كيرجعوا بحال هكا، استعملوها رجيلاتكم، يديكم، صافي. وغادي نهز واحد شويه، كان خصني نحيد ديك الخاتم ولكن المهم فوالا بحال هكا. صافي، وغادي تبقاو تحكوا وليداتكم مزيان غير بشويه باش ما تجرحوهمش. نحيد دابا الخاتم. واعر البنات الوصفه، غير حاولوا انكم تجربوها، والله العظيم الا غادي تهناو من الحرشيه ديال اليدين، خصوصا في هذا البرد هذا، اليدين كيكرموا بزاف، كيحراشوا، كيوليو حالتهم. دابا غادي نبقى بحال هكا كنقومي واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، انتي والصبر ديالك. غادي نغسل يدي غير بالماء، ما ديروا لا صابون لا والو، باش كتبقى هذيك الرطوبيه ديال الزبده وديال الزيت عندك في اليد، وكترطبي من موراها مباشره. من بعد ما غسلتي يدي صراحه واحد الرطوبيه والله العظيم الا واعره. نوضي نوضي جربيه دابا، راه كلشي هاد المقادير تلقيهم عندك في الدار، القهوه كاينه في الدار، الزبده كاينه في الدار، زيت العود كاينه في الدار، الحامضه تلقيه عندك. نوضي اختي ديري هاد الوصفه دابا وردي عليا دابا نيت في لي كومونتير بلي راكي درتيها وعجباتك، واخا فيها زيت العود فيها الزبده راه اليد ما كتبقاش ميدمه. هانتوما شوف دابا غادي نرطب يدي بصغاف، هانتوما كان هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى انه يكون عجبكم. ولو وصلتي حتى لهنا وباقي ما درتيش لايك، عارفه بلي راك نسيتي ما درتيش لايك، ديريه دابا باش ما تنسايش، وخلي ليا كومونتير زوين وجربي هاد الوصفه هادي، راه غزاله بزاف بزاف، لان بزاف ديال البنات كيطلبوا مني وصفات طبيعيه. فملي كنكون هكا مرتاحه في الدار نهار الحد وما تنكونش عيانه، كنبغي انني نصور لكم، ان شاء الله غادي نبقى نصور لكم اي حاجه كنديرها. تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد، والسلام عليكم.